أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور فوتوشوب. في هذه المحاضرة راح نتعلم موضوع مهم جدا من مواضيع التصميم، ألا هو استخدام الستوك ديزاين. طبعا في بعض الأحيان نحتاج زخرفة أو شعار أو تصميم معين، وطبعا نشاهد أنه هذه التصاميم منشورة في مواقع معينة، ولكن منشورة لغرض الستوك، لغرض البريفيو. يعني لاحظ أنه موضوع عليها علامات مائية أو موضوع عليها نقوش معينة حتى يصعب استخدامها، وأيضا أنه لاحظ أنه دقتها تكون رديئة جدا. يعني إذا لاحظ أنه مثلا هذا التصميم، مثلا إذا نشوف الدقة، دقة كلش رديئة، وطبعا هنالك علامة مائية. طبعا توجد عدة طرق للتخلص من العلامة المائية واستخدام التصميم بشكل مباشر. طبعا هنالك مثلا طريقة البينتول، يعني مثلا ممكن نجي إلى البينتول، أداة البينتول، وطبعا نجي نرسم مثلا بهذه الطريقة ونعيد تصميم الشعار أو الرسمة بشكل مباشر، طبعا ممكن بهذه الطريقة فقط. يعني فقط راح نشاهد كمثال بسيط، مثلا ممكن بهذا الشكل، لكن العملية صعبة يعني وتحتاج وقت كبير. جيد، وانا اجي هنا كنترول انتر واجي مثلا يعني اصغر البراش، ممكن اختار نفس اللون، يعني ممكن هذا اللون نختاره، وممكن اضغط على كنترول شيفت اي، مثلا ممكن نختار اللون الابيض. هذه هي الطريقة، فقدرنا نتخلص من اللون الموجود بها العلامة المائية، لكن العملية صعبة. يعني هل يا ترى معقولة انه اعيد الرسم لكل الرسمة؟ العملية مزعجة جدا ومتعبة. طيب هنالك طريقة سهلة وبسيطة راح نتعلمها تمكننا من استخدام هذه الرسمة أو الزخرفة، وطبعا أيضا راح توضح من دقة هذه الرسمة. طيب أولا راح نكبر العرض طبعا بهذا الشكل. لاحظ أنه يوجد هنالك بكسلات بهذه المنطقة، مثلا لاحظ هنا أكو تكسرات أو يسمى بكسل. طيب راح نأخذ نسخة من هذه الزخرفة أو الرسمة فقط للتوضيح. يعني طبعا النسخة الأصلية راح نخفيها، نشتغل على النسخة الأولية. طيب راح نحددها، وطبعا نجي إلى فلتر بلور غاسينج بلور، وطبعا راح نختار قيمة. هذه القيمة إلى أن تروح لهاي التكسرات، يعني مو مثلا نختار كمية كبيرة جدا ولا كمية صغيرة، مثلا إلى أن يعني إذا لاحظنا هنا أكو تكسرات، إلى أن التكسرات تختبط، يعني تكون كل هالبكسلات مخبوطة مع بعض. مثلا القيمة 1.2 أو 1 مثلا مناسبة، بعدها موافق، خلصت من البكسلات. لاحظ الآن تخلصنا من البكسلات بشكل سهل من خلال أداة الغاسينج بلور أو فلتر الغاسينج بلور. الآن راح نجي طبعا راح اخفي هذه المجموعة. الان راح نحدد هذه الصورة اللي صفيناها البكسلات من خلال فلتر غاسينج بلور. طبعا نجي الى image adjustment ونختار levels. طيب الان فقط راح نكبر شوية حتى نشوف الدقة كيف تصير. هذا الحجم مناسب. اجي عندي هنا بالليفل، بالاداة ليفل، عندي هنا مثلث باللون الاسود ومثلث باللون السمائي او الرمادي ومثلث باللون الابيض. نجي اول مرة نحرك المثلث الابيض الى اليسار قليلا والمثلث الاسود الى اليمين قليلا، مثلا بهذا الشكل. نلاحظ انه عندما احرك المثلث الاسود العلامة المائية راح تختفي والتصميم راح يكون جيد. فقط هنا عندي اذا الاحظ هنا عندي فقط تشوهات، طبعا نتحكم به من خلال المثلث اللي باللون الرمادي بهذا الشكل. ممتاز، الدقة جيدة جدا، وطبعا تخلصت من العلامة المائية. اضغط على موافق. فقط تعديلات بسيطة
اجي على اداة البراش اضغط كليك ايمن اتأكد ان الهاردنس 100 وطبعا نجي نتخلص من بعض العيوب يعني مثلا عندنا هنا هذه المنطقة عيب طبعا نختار الباك جراوند ابيض هنا بهذه المنطقة طبعا لا بأس نتخلص من هذا الجزء ايضا عندنا هنا وعندنا هنا بالاسفل راح نجي نكبر طبعا راح اصغر البراش وراح ارسم هذه المنطقة جيد ايضا عندي هنا بهذه المنطقة احتاج رسمه جيد الان راح اجي اصغر العرض بعد ما صفيت اللوحة طبعا راح اجي الى select وطبعا راح اجي الى color range واختار اللون الابيض بهذه المنطقة بعد ما اختارت اللون الابيض طبعا اجي هنا على علامة الزائد واختار اللون الابيض بهذه المنطقة ومن ثم اوكي راح الاحظ راح يتم تحديد اللون الابيض طيب راح اعكس التحديد حاليا المحدد هو اللون الابيض انا احتاج التحديد يكون هو الزخرفة وليس اللون الابيض لابد انه اعكس التحديد من خلال select واختار inverse inverse اللي هو عكس التحديد الان تم تحديد فقط الزخرفة طبعا راح اجي الى ادوات adjustment layer هنا بالاسفل واختار solid color طبعا بامكاني اختار اللون اللي اريده اللون المناسب مثلا هذا اللون الاحظ انه اصبحت عندي هذه الزخرفة بامكاني استخدمها باي تصميم وطبعا دقتها جيدة جدا لا بأس اذا لاحظ انه كانت يعني جدا بسيطة الدقة اذا لاحظ انه هكذا كانت وطبعا هكذا اصبحت وبامكاننا ان نستخدمها باي تصميم وبشكل جيد ومناسب طبعا وهكذا نقدر نتحكم ببقية الزخارف والشعارات ونقدر نتخلص من العلامة المائية بشكل سهل وسلس وخصوصا انه هذه الصور هي متاحة يعني لا تعتبر سرقة ليش لان الموقع هو يعرض لنا الدقة البريفيو واحنا طبعا استخدمنا نفس الدقة اللي هو وهبنا اياها بشكل مجاني ولكن تحكمنا بالوانها وقدرنا نستخدمها طبعا اذا لاحظ انه الزخرفة اللي يعني احنا استخدمناها اصبحت بNG مفرغة يعني شنو مفرغة يعني اقدر استفاد من عندها بشكل مفرغ واخليها باي تصميم يعني مثلا نختار في التصميم معين يعني مثلا هذا التصميم بامكاني انه الزخرفة هذه اخليها بالتصميم طبعا بامكاني اضغط على الشيفت واصغر الحجم واخليها مثلا بهذه المنطقة او مثلا هنا او مثلا بهذه المنطقة وطبعا باستطاعتي انه يعني اغير اللون مثلا اختار اللون الاحمر اللون الاسود الاحظ انه اصبح عندي الرسم او الزخرفة مفرغة وبدقة عالية وبدون اي علامة مائية ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة ومفيدة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.